هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ نعم، هذا ذم للاختلاف، ذم للاختلاف، ولهذا استثنى إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا، إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا، بل تمسكوا بالكتاب والسنة فلم يختلفوا. فدل على أن الاختلاف عذاب وأن الاجتماع رحمة. إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.